يحل. هما اللي كانوا فايتاحهم الشاشة سيدي. انا كنطلب من الناس المسؤولين في هذا المجال الله يرحم الوالدين ينقذوني انا وليداتي. انا وليداتي ما عندي فين غنديهم، عندي الله كريم الله كريم. راجل اللي خدم الحياه ديالو كامله في هذه الارض هذه سعيده، لو كانت تهدر راه غادي تنطق. الرجل ديالي تولد في هذه الدار، كبر فيها، خدم فيها، توفى الوالد ديالو، خلى عنده الاستمراريه، بقى في المحل ديالو. هذا السيد دير لي انا طرد محتل، انا ما عنديش فين غادي نمشي. كنطلب من سيدنا الله ينصره، من الناس المسؤولين ومنه حتى هو الله ينزل الرحمه في القلب ديالو. تنقول ليه انا راك عرفتي الوضعيه ديالي، راه هو شافني وعرف لي الوضعيه ديالي. نقول له الله يخليك ما تشردنيش مع وليداتي. وتنطلب الناس المسؤولين الله يرحم لكم الوالدين، الا ما تشوفوا من حالي ما تشردونيش مع وليداتي. ولا الناس اللي عندهم درايه بهذا الشيء، ولا الناس المحسنين، ولا تنطلب من الناس ينقذوا لي انا الوليدات ديالي. انا راني مشرده من اليوم، انا راني مشرده انا وليداتي. ما عنديش مقر الاستقرار، ما عنديش مقر الاستقرار. حتى الوالد ديالي عاجز، الوالد ديالي عمى ما كيشوفش. انا فين غادي نمشي؟ فين غندي وليداتي؟ اسيدي الله يرحم لكم الوالدين، الله ينصر سيدنا. اسيدنا نقذني نقذني عتقوني عباد الله، عتقوني عباد الله، الله يرحم الوالدين.